بالتزامن مع انطلاق الحملة العسكرية التي تخوضها القوات الأمنية العراقية والقوات المساندة لها لتحرير مدينة الفلوجة من تنظيم داعش، قمنا بحملة سميناها الفلوجة تحرر. هذه الحملة يقودها مجموعة من الصحفيين والمدونين والمهتمين بمواقع التواصل الاجتماعي ومن لديه خبرة فيها. نقوم بهذه الحملة بإطلاق الهاشتاكات التي تدعم القوات الأمنية العراقية ونشر الأخبار والصور والفيديوهات التي تؤكد انتصار القوات الأمنية العراقية. الحرب الآن هي شقين، شق ميداني وشق إعلامي. الحرب الإعلامية طبعا لا تقل أهمية عن الشق الميداني. احنا بوجودنا كمدونين وإعلاميين ناشطين نحارب داعش إعلاميا. طبعا مركز قوة داعش يستقر أو يتمركز بتويتر، وخلال هاي السنوات راحت هم دائما كانوا أبطال السوشيال ميديا، يبثون أكاذيبهم ويستقبلون ويحصلون على المتطوعين من خلال هذه المواقع. الفترة الأخيرة قدرنا نحقق وجود كبير للعراقيين في تويتر، باعتبار تويتر كان موقع يبتعد عن المستخدم العراقي، كان الاستخدام أغلبه بالفيسبوك، لكن بعد التوجيه من مجموعة شباب اتفقنا على حملات واتفقنا على هاشتاغات موحدة حتى نرفع من نسبة تواجد العراقيين وبنفس الوقت نحاربهم إعلامياً وفكرياً. اكتشفنا بالنهاية أنه وجود داعش بالفيسبوك، وجود التكفيريين هو عبارة عن وجود هش، يعني قوتهم هي بعدم وجودنا وليست قوتهم بأسلوبهم. يعني عدم وجودنا هو الشيء اللي خلاهم يكون وحدهم بالساحة. الحرب الحالية هي ميدانية اللي أغلب الناس تعرفه. بالآونة الأخيرة إن اكتشفنا نوع آخر من الحرب اللي هو النوع الحرب الإعلامية أو الإعلام الجيش الإعلام الإلكتروني اللي هو ضد العدو تقريبا. قررنا يعني إحنا مجموعة شباب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي خصص مجموعة هاشتاغات كل 24 ساعة هاشتاغ نبين بين انكسارات العدو وانتصارات القوات المشتركة من حشد وجيش وقوات نبية وشرطة اتحادية وقوات سريع. بس إرادة تنشط هي مو نشط.